قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة، وذلك خلال الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة. وفي لفتة إنسانية حارص الرئيس السيسي على حمل أبناء الشهداء وصافح أسرهم. عبد المتجلي، وتتسلم التكريم زوجته السيدة سالي عبد الحميد محمد علي، ووالده السيد محمود محمد عبد المتجلي، وابنته أنهار وهاجر ومحمود. اصل ما فيش في الدنيا دي اغلى من روح انسان، وعشان اجيال بعدين اجالي يفضلوا فاكرين يفضلوا عارفين، وعشانك حتى منا وعشان تفضل ما بينا يفضل اسمك معنا سنين وسنين، وعشان اجيال بعدين اسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب أحمد محمد أحمد جمعة، وتتسلم التكريم زوجته السيدة نورة محمد عبد الجواد، ووالدته السيدة سعاد ياسين علي، ووالده السيد محمد أحمد جمعة، والأبناء علي وعمر.